الشيوخ نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية والمقدمة وصدارة هذا الشوط والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع البداية. عديم من قاد المجموعة وانطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيب بن مروشد في عملية تضميره وتدريبه، مرهب مع المركز الثاني لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود راشد بن حمد بن حلفان المري من يتقدم على مستوى المركز الثاني. ثالث المراكز ياتي الغزال لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بن عرطي الحميري يقود بهذا الانطلاق وسلهود من الجانب الاخر على مستوى المركز الثالث، ولكن التسلل الباين مع شاهين بشعار هجن العاصفه يتقدم مع المراكز المتقدمه يقود بهذا الانطلاق اياث الهلالي رابع التحديات رابع الانطلاقات سعد لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود ماجد بن محمد بن حلفان من يقود بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز، ومع المركز الخامس من الجانب الاخر، ولكن التقدم للعابر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري من يقدم العابر مع هذا الانطلاق، وسادسا من الجانب الاخر سلهود بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع من يقود سلهود على مستوى المركز السادس، سابع التحديات سابع الانطلاقات مرهب لصاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود راشد بن حمد بن حلفان متابعا لهذا الانطلاق وسابع الانطلاقات او مع المركز الثامن. مع المركز الثامن نتابع التقدم والتسلل والاندفاع بشعار هجن العاصفه مع انطلاقة غياث الهلالي من يقدم شاهين، وتاسع الانطلاقات تاسع التحديات الواصل لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري من يقدم الواصل بهذا الانطلاق، ومع المركز العاشر ياتي سراب بشعار هجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي متابعا لهذا الانطلاق. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة والكوكبة ثلاثية على مقدمة هذا الشوط، والتغيير اللي طرى وجرى على المقدمة العابر اللي قاد المجموعة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري أحد الخبراء ينطلق بتحديات العابر اللي قاد المجموعة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. المركز الثاني أرهني عديم لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيب بن مروشد متابعا لعديم مع المركز الثالث ياتي شاهين بشعار يجن العاصفة وغياث الهلالي من يعلن الهجوم على مستوى المركز الثالث. التحديات رائعة والانطلاقات مثيرة في هذا المسار المتجدد، ولكن التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة شاهين قاد المجموعة انطلق بناموس هذا الشوط بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي اللي بدأ يدفع بشاهين، بدأ يشق طريقه إلى الانتصار مع هذا الأداء المتميز بدون أي أوامر بدون أي تعليمات حتى هذه اللحظات، أوامر خفيفة وطفيفة ينطلق فيها شاهين يباعد المسافة بشعار هجن العاصفة وقيادة غياث الهلالي. تهانينا من هذه اللحظات لهجن العاصفة ولمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولغياث الهلالي.
الثاني من ينطلق بتحديات شاهين اللي انفرد انفراد كلي بناموس هذا الشوط. سلام سلام للعاصفة سلام مع الأداء المتميز مع العرض المثير اللي قدمه شاهين وهو ينفرد بناموس هذا الشوط. تهانينا لغياث الهلالي ولمحبي هذا الشعار ولحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني شاهين لهجن العاصفة ياتي مع المركز الثاني. المركز الثالث سراب لهجن الرئاسة. المركز الرابع العابر لسمو الشيخ راشد بن حمدان مراد المكتوم. المركز الخامس مدلل لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية مع انطلاقة شاهين. ياتي بتوقيت زمني مقداره لحظات وصوله إلى خط النهاية بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق 7 ثواني و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي. بينما اللي وصل مع المركز الثاني هذه لحظات وصول أيضا شاهين مع المركز الثاني وتوقيته الزمني 6 دقائق بالتأكيد لحظات الوصول إلى خط النهاية 13 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي. سراب من ينطلق على مستوى المركز الثالث بشعار هجن الرياسة ياتي بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق 13 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا موصولة لأحمد بن مطر بن مايد الخيري. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وباسمه نستعين، منه سبحانه.